بينيت أومالو طبيب نيجيري اكتشف مرضاً خطيراً يصيب لاعبي الكرة الأكثر شهرة بأمريكا، فتعرض للتشويه والعنصرية وواجه صعوبات عديدة، ولكنه ظل يقاتل حتى أجبر أمريكا كلها على الاعتراف به. ولد بينيت عام 1968 بنيجيريا لأسرة متواضعة، ومنذ صغره أظهر تفوقا دراسيا، وفي عام 1990 تخرج في كلية الطب وتخصص في علم الأعصاب. بعد سنوات مليئة بالعمل والدراسة بنيجيريا هاجر بينيت لأمريكا، وهناك عمل في الطب الشرعي واستطاع في وقت قصير أن يثبت كفاءته. في عام 2002 كلف الطبيب النيجيري بمهمة قلبت حياته رأسا على عقب، إذ طلب منه تشريح جثة لاعب كرة القدم الأمريكي الشهير مايك ويبستر الذي أصيب بعد تقاعده من اللعبة بالاكتئاب وتدهورت صحته العقلية بشدة. اكتشف بينيت أثناء تشريحه لأنسجة المخ تراكمات كبيرة من بروتين تاو الذي يؤثر على المخ ويمكن أن يدفع الشخص للجنون أو الانتحار. سمى بينيت اكتشافه بمرض اعتلال الدماغ الرضحي المزمن CTE، وربطه بتعرض لاعبي كرة القدم الأمريكية للصدمات الدماغية المتكررة. فور إعلان الطبيب النيجيري عن اكتشافه هاجمه الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية واتهمه بتزوير الأبحاث لتشويه سمعة اللعبات الأشهر بأمريكا والإضرار بمصالحهم، كما تعرض للعنصرية بسبب لون بشرته ولكونه ليس أمريكيا. تعرض بينيت أيضا لهجوم واسع من محبي اللعبة وأخذ البعض يهدده بالقتل. عاش الطبيب النيجيري وزوجته أياما قاسية خسرت فيها الزوجة جنينها، ولكن بالرغم من ذلك لم يتراجع بينيت وعزم على أن يجعل الجميع يرى أضرار لعبة كرة القدم الأمريكية، ليس بهدف منعها ولكن لكي يعرف اللاعبون أضرارها ثم يقرروا مصيرهم. ظل بينيت يفحص أدمغة اللاعبين السابقين المتوفين أو المنتحرين حديثا إلى أن تأكد تماما أن سبب الموت أو الانتحار دائما يعود لمرض اعتلال الدماغ الذي نتج من الإصابات الشديدة التي تعرضت لها أدمغتهم على مدار السنوات. استطاع بينيت بإصراره أن ينتصر على الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية، الأمر الذي جعل آلاف اللاعبين السابقين يرفعون دعاوى قضائية ضده يتهمونه فيها بإخفاء معلومات عن مخاطر اللعبة. منذ تلك اللحظة بات الملايين حول العالم يعرفون مرض CTE وعلاقته بلاعبي الملاكمة والمصارعة وكرة القدم الأمريكية وغيرها من الألعاب الصدامية، الأمر الذي جعل لاعبي تلك الألعاب يكونون شديدي الحذر أثناء اللعب. حصل الطبيب النيجيري تقديرا لإنجازه على جوائز وتكريمات عديدة، وفي عام 2015 تحولت قصته لفيلم سينمائي من بطولة النجم ويل سميث. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن المسؤولين عن الرياضة في بلدك يمكن أن يخفوا معلومات عن مخاطر الألعاب حفاظا على مصالحهم؟ إيكو عربي.